سلطة الرديف كانت من الموسم الماضي، والموسم كانت فيها بعض الإشكاليات في بعض الأشياء كانت تحدث. الحمد لله بتيت أبتي بدينا نصلحوا في الوضع، والناس رجعت الوعي تاعها. والأوبجيكتيف الأول والأخير هو شعار النادي، شعار النادي والفريق مولدي طهران، الكل نعمل من أجل النادي، نطوروا نسيو حنا بكل تواضع، ونسيو باش نعطوا اللاعبين الخبرة تاعنا، وشوفوا كل من المقابلة المقابلة فيها تحسن، ولو أنه فيها اليوم كان فيها كيقول لك قلنا إدماج بين عناصر من الفئة تاع 18 سنة و 19 سنة و 21 سنة. On a essayé de trouver une formule, Inch'Allah, où on a fait ça, Alhamdoulilah, Rabbi Oufakhna, où on a fait un مقابلة في في المستوى ضد فريق المرتكز الاول، فريق احسن ذات الهجوم في البطوله، احسن دفاع في البطوله، تفوز عليه اليوم بالاداء وبالنتيجه، واللاعبين مشكورين بزاف لانه طبقوا التعليمات سو لو بلون سو لو اورغانيزاسيون، كانوا في المستوى، ما خليناش المنافسه ولا الفريق يلعب، عرفنا النقاط قرينا نقاط القوه تاعها خاصه، وان تكمل في على الاطراف على الجهه اليمنى والجهه اليسرى، وانا سي دو بلوكي الكولوار، ورحنا لهم في هجومات منسقه. الحمد لله ربي جاب التوفيق، سجلنا كنا قاعدين نسجلوا اكثر من هدف، ولو ميريت كاع لو ميريت يرجع للاعبين، كل اللاعبين اللي راهم هنا واللي ما تكونفوكاوش اليوم، نشكرهم كاع اللاعبين كانوا في كفريق واحد اليوم، حتى اللي ما كانوش متكونفوكين جاوا الفيستير في البدايه تاع المقابله، وازروا الفريق تاعهم وكانوا معنا هنا وكانوا في المدرجات. الحمد لله هذا هو الاوبجيكتيف تاعنا نمرة، هو تكوين فريق تنافسي للمستقبل، وان شاء الله مستقبل فيه احسن ان شاء الله، ونتمنوا فريق مولدية طهران الاكابر خاصه، حنا اليوم جينا نشرفوا الفريق تاع نادي مولدية طهران، ولكل الانظار متجهه لفريق الاكابر، وان شاء الله يفرحونا ان شاء الله، يعودوا بالنتيجه في كاس، يفرحوا الجمهور اللي متنقل، ويفرحوا ثاني البطوله ان شاء الله، الفريق يسلك الموسم هذا ويكون فيه تحسن الموسم المقبل. الناس راهي كل الناس راهي تعمل بيق على قدم وساق، خاصه المسيرين راهم ساهرين على الفريق، وراهم يمدوا كل الوسائل ان شاء الله باش الفريق يسلك الموسم هذا، وان شاء الله يا ربي الجمهور هذا اللي راه داير اللي راه حنا نشوفوا في تاع المنصات تاع التواصل الاجتماعي، نشوفوا الجمهور كيف راه يتبع في الفريق تاعو لحظه بلحظه، واش راهي صرا راه يتبع فيه، وراه يحاول انه يآزر الفريق تاعو بكل ما لديه من قوه باش يسلك، وعلى باله باللي الموسم المقبل ان شاء الله راح يكون فريق تنافسي، وفريق يلعب القاب، فريق مولدية طهران فريق كبير بالقاب نتاعه، بالقاعده الجماهيريه تاعه، بلافيل نتاعه وهران ثاني مدينه في الجزائر، دونك فريق يستاهل اكثر من هذا، ونتمنى ان شاء الله الخير للفريق نتاعنا ان شاء الله.